السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لينكس هاكينج. النهاردة هشرح ازاي اتسطب ال Metasploit Framework 3.4.1 لآخر إصدار نزل بتاريخ النهاردة تاريخ 5/8/2010. في الحقيقة انستول عادي جدا، تسطيب عادي كأي تسطيب برنامج، بس احنا هنفهم شوية حاجات عشان ما يحصلش أخطاء بعد التسطيب. أول حاجة هندوس، لو انت على فيستا أو السيفن زي عندي كده، هتعمل الآتي: كليك يمين، اوبن ران از ادمنيتور. هيطلع لك رساله فيها يس ونو، هتدوس يس. يعني تديها الصلاحيه ان هي تشتغل من خلال ادمنيتور. لو انت على الاكس بي هتدوس دبل كليك بس عليها، هتفتحها على طول. اوكي. هندوس نيكست. دي الاتفاقيه بتاعه الاستخدام، عايز تقراها مش عايز خلاص هتدوس اجري. وبعدين هنا ده المسار اللي هتتسطب فيه الميتا سبلايت. عندك هنا سي بروجرام فايل ميتا سبلايت فريم ورك 3. اوكي. ندوس نيكست. انستول. هنا بيبدا عمليه التنصيب. طبعا تسطيب الفيرجن ده بالذات سهل جدا جدا. الفيرجن مساحته حوالي 40 ميجا، كله حوالي 40 ميجا. وده طبعا لانه تم دمج كثير من الاضافات اللي كانت بتيجي بتضطر تحملها من على الانترنت. زي ما انتم شايفين كده 40 ميجا بالظبط. يعني مثلا مفسر روبي، احنا زي احنا عارفين ان مشروع ميتا سبلايت مبرمج بلغه الروبي، واحنا زي ما احنا عارفين برضو ان نظام الويندوز ما بيقراش او ما بيقدرش يعمل اكسكيوتابل لبرامج الروبي، فبنضطر نجيبه كومبايل او ما يسمى بالمفسر، زي مثلا البريل والباسيون والبي اتش بي. كل دي بلغات برمجه محتاجه مفسرات عشان تشتغل على الويندوز. اوكي. فالمفسر بتاع لغه الروبي ده تم دمجه في المشروع. زمان لما كنا في الفيرجنات القديمه بتاع الميت سبلايت بتضطر تنزل المفسر بتاع الروبي اثناء التسطيب. برضو هنا تم دمج النماب، برنامج النماب اللي هو بتاع فحص البورت سكان، وتم دمج برنامج تاني بيحتاجه برنامج النماب اسمه واين بي كاب. ده برنامج برضو لازم يشتغل، لازم يبقى موجود عشان النماب يقدر يشتغل. كل ده تم دمجه في المشروع بتاع الميتا سبلايت في الفيرجن ده. من اهم الحاجات اللي احنا لازم نعرفها ان انت لازم تعمل ابديت دوري للميتا سبلايت قبل ما تستخدمه. ليه بقى؟ لان اوقات بيحصل فيه اخطاء في الميتا سبلايت بيعالجوها من خلال الابديت، وبرضه بيبقى فيه ثغرات جديده وفي انكود جديد، انواع تشفرات جديده، بيبقى فيه بيلود جديده، وفي اللي هي بيلود اللي هي الكود والباك دور والكلام ده، يبقى في حاجات نوع جديده، يبقى في اكسلرز جديده، اضافات جديده اللي هي بتاعت الاسكان. في اضافات جديده جدا كتيره جدا ممكن تحملها من خلال الابديت. فالمهم والضروري جدا ان انت تعمل ابديت دوري للمشروع بتاع الميتا سبلاي. في برضه نقطه مهمه جدا لازم ننتبه ليها، اللي هي لازم تبقى عامل ديسيبل للفاير وول الخاص بيك والانتي فايروس والكلام ده. مشروع ميتا سبلايت بيحتاج فيه ثغرات كتير، فالثغرات دي الانتي فايروس بيعتبرها عدو لي. اوكي. زي ما انتم شايفين البرنامج كده قرب يخلص. هنا بيقول لك ايه: Would you like to install NMAP security scanner فيرجن 5.3؟ هو انت عايز تسطب برنامج النباب فيرجن 5.3؟ هتقول له يس او نو. تعال هنقول له يس. هيفتح لك نافذه جديده تسطيب النباب، هتقول له اجري. نيكست. ده المسار بتاع النباب انستول. لاحظوا كده معايا، هيقف. لما يقف هيطلع لك انستول جديد لبرنامج اسمه الواين بي كاب. الواين بي كاب ده اساسي، بيبقى لازم موجود على الجهاز عندك عشان النباب يشتغل حلو، فانت لازم تسطب ده. هنسطب ده، نقول له اجري كده. خلاص كومبليت اهي. هندوس نيكست. نيكست. فينش. هيبدا ان ما بيشتغل تاني. اوكي. ان ما بخلص برضو كومبليت. هنقول له نيكست. نيكست. فينش. هيبدا الميتا سبلايت يكمل، وبعد كده الميتا سبلايت كده التسطيب بتاعه خلص. اوكي. الايكون دي عشان تشغل الميتا سبلايت بعد ما تخلص التسطيب، هنخليها زي ما هي، متعلم عليها، ندوس فينش. اول ما نخلص هنلاقي الميتا سبلايت اتفتح زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي.
هو هنا بيعمل كونفيجر لليوزر. اوكي بالنسبه لل موضوع تصطيب الميتوس بلايت على لينكس سهل جدا، وبرضه تم دمج ملفات كتيره في الميتوس بلايت الخاص باللينكس في مكتبات زي ال الاوتوبون والكلام ده كله تم دمجها مع مشروع ميتوس بلايت. الكلام ده كانش بيبقى موجود زمان، كنت بضطر تنزله مانيوال او يدوي من على الانترنت برضو. بس هي تقريبا الملفات اللي انت محتاج تنزلها بس على اللينكس اللي هي مفسر بتاع لغة الروبي على اللينكس او الكومبايل بتاعها على اللينكس، بس هي دي تقريبا اللي انت محتاج تنزلها على اللينكس. طبعا هو بس بياخد شوية وقت عم يفتح ده عشان برنامج التصوير شغال وكده في نفس الوقت، ففي حمل على الجهاز عندي. بالنسبة لموضوع الأخطاء اللي بتطلع في الميتوس بولايت على الويندوز، دي أخطاء شائعة ويعني تقريبا كتير جدا بتحصل. الكلام ده مبيحصلش على لينكس، بس الكلام ده بيحصل على ويندوز لان بيبقى فيه اخطاء في الميتوس بلايت على الويندوز. اوكي فانا بفضل يعني ان انت تشتغل على لينكس افضل من ويندوز. اوكي هو كده اشتغل الميتوس بلايت، هنعمل كانسل. طبعا عشان احنا برضو على اللينكس هنلاقي هنا اتنين ايكونز للميتوس بلايت، هتلاقي ميتوس بلايت كونسول اللي هو كان لسه مفتوح من شويه، هتلاقي ايكونز تانية اسمها ميتوس بلايت ابديت، ده الخاص بالابديت. هتلاقي زد ماب اللي هي الاداه الماب موجوده عندك على الديسك توب ايكونز ليها. اوكي هروح على مايكروسوفت على الميتا سبلايت ابديت وندوس كليك يمين و ران از ادمينيتور. طبعا لو انت على اكس بي دبل كليك وعادي جدا. هنا هو هيبدا يعمل ابديت للفريم ورك بتاع الميتا سبلايت. طبعا انا هدوس allow for all. دلوقتي الرساله اللي طلعت دي من الانتي فايروس معناها ايه؟ هو هنا بيقول لي ان في برنامج اسمه اس في ان عايز يتصل بالانترنت، ده الفاير وول الخاص بالاي في جي. انا عامله نو بروفايل يعني مفيش بروفايل خاص بالتحكم بالفاير وول، كل حاجه بتيجي مانيوال وانا لازم اوافق عليها. فهو دلوقتي قال لي ان في ملف اسمه كذا عايز يتصل بالانترنت، الملف ده هو اصلا بتاع الميتا سبلايت بتاع الابديت بتاع الميتا سبلايت. فانا لو كنت قلت له بلوك ما كانش هيعمل الابديت، فانت لازم تراجع دي وانت بتعمل الابديت بتاعك على الميتا سبلايت، لازم يبقى تسمح للملف ده بالاتصال بالانترنت. ده لو عندك ده الكلام ده لو عندك انتي فايروس، لو ما عندكش انتي فايروس الكلام ده مش هيفرق معاك قوي. ف ده موضوع مهم جدا وكتير من الناس ما تعرفش تعمل ابديت من خلاله، لان في الانتي فايروس والفاير وول بيعمل بلوك ل الملفات المشكوك فيها عموما وما بتقدرش تخليها تتصل بالانترنت. المهم طبعا هو هنا مسك حاجة كفيروس. اوكي همشي نعمل له حاجة. طبعا هي مش فيروس عموما. اوكي ده هي بس ثغرات الانتي فيروس بيقراها كأنها فيروس. اوكي هنا هندوس بي دوس انتر. هنا بيقول لك دي ابديت كومبليت، واصلا بعد ما بيخلص الابديت هو بيقفل اوتوماتيك، انت ما بتقفلش اي حاجه. اوكي قفل اوتوماتيك اهو. اوكي وبعدين هتبقى تروح تفتح الميتا سبلايت برضو بالادمينيتور. طبعا لو قلنا لو انت اكس بي مش هيفرق معاك مساله الادمينيتور دي، دبل كليك هيفتح معاك العمليه على طول. طبعا ده نهايه الدرس، اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. الدرس يعني يعتبر تثبيت اي برنامج، بس انا حبيت اقول بعض المعلومات اثناء التثبيت. اتمنى يكون درس النهارده اعجبكم. مع تحيات عبد العزيز حسن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.